في سفر الرؤيا اصحاح 4 صور لنا صوره السماء وصوره العرش. ممكن نقراها بسرعه لو حبيتوا قبل ما ندخل في الختوم السبعه. نقرا اصحاح 4 للتذكره بس عشان نفتكر. بيقول بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء والصوت الاول الذي سمعته كبوك يتكلم معي قائلا اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليش والعقيق. اليش بقولنا لونه اللي فاكر معايا اليش والعقيق. العقيق احمر واليش ابيض. فقلنا حبيبي ابيض واحمر لون النقاوه ولون الفداء. وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. وحول العرش 24 عرشا. ورايت على العروش 24 قسيسا جالسين متسلسلين بثياب البيض وعلى رؤوسهم اكاليل من ذهب. ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات. وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله. وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات كائنات حية يعني 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. الحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر اللي هم اللي تحت دول. والأربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين يحصل إيه؟ يخر 24 قسيسا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. تعال نقرأ مع بعض الأصحاح الخامس. المفروض احنا الرابع ده احنا شرحناه المرة اللي فاتت على قد ما قدرنا يعني. الأصحاح الخامس ده بيكمل لنا الوصف. احنا لسه ما دخلناش في الختوم السبعة بس بيكمل لنا الوصف. رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم زي الصورة اللي احنا شفناها من شوية دلوقتي. سفر مكتوب من مختوم بسبعة ختوم من قدام ومن وراء. سفر اللي هو الرول اللي هو سفر يعني كتاب. وزمان الكتب ما كانتش تبقى كتب بجلدة كده وكده كان الكتاب يبقى كده هو. يعني مثلا عندنا سفر صمويل بقى صمويل الاول وصمويل الثاني ليه؟ لان الرول كان كبير جدا اول ما لفوه بقى الرول كبير جدا كتاب اسمه كتاب صمويل فراحوا قسموه نصين وقالوا صمويل الاول وصمويل الثاني عشان سهوله الحمل وسهوله الشيل وكلام زي كده. فده سفر متربط وعليه ايه؟ 7 خدوم. هنفك ختم ختم ونشوف ايه اللي يحصل فيه لما نوصل. رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء. يعني الرولة ملفوفة والكتابة في الوش وفي الظهر مختوما بسبعة ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ مين مستحق؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه.
ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا. مين اللي بيتكلم؟ يوحنا. صرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ هم الخصوص 24، فقال لي واحد من الخصوص: لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الخصوص خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبعة أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف. واخدين بالكم مين الخروف ده؟ المسيح طبعا، قائم كأنه مذبوح، هو الوحيد اللي قدر ياخد السفر بالخطوم بتاعته. أول ما حصل كده هو خرت الأربعة الحيوانات والأربعة وعشرون قسيسا. ليه؟ ايه السفر ده؟ هو اكيد ده سفر الخلاص، سفر العناية بالبشر. عشان كده الوحيد اللي يقدر ياخد المسؤولية دي هو السيد المسيح بس. فمجرد ما اخدها على طول الملائكة تخر وتسجد. يعني لما قرر ربنا في ملء الزمان ان هو يتجسد وينزل ويفدينا، كان رد فعل الملائكة في السماء ايه؟ تخر وتسجد بالشكل ده. هو يقول لنا كده هو قديس بطرس الرسول ان الخلاص اللي في ايدينا اللي ربنا ادهولنا تشتهي الملائكة ان تطلع عليه، لكن تفضل تسبح ربنا على الخلاص اللي زيتان. ولما اخذ السفر خرت الاربعة الحيوانات والاربعة والعشرون شيخا امام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح خطومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم برضو: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والخصوص الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحق إلى أبد الآبدين. تمام؟ نقرأ كده حتة حتة، ويعني مش هنطول عليكم، ناخد الأصحاح ده بس. المرة اللي جاية هيكون الأصحاح اللي جاي بعد كده الأصحاح السادس، هيكون فيه بقى الخطوم واحد واحد وراء بعض، الختم الأول والثاني وهكذا. بس الأسبوع اللي جاي هيكون معنا يفتح أبا جبريل، يبقى هنكمل الأسبوع اللي بعده في سفر الرؤيا. رأيت على يمين الجالس على العرش، الجالس على العرش طبعا هو الله. رأيت على يمين الجالس على العرش، زي ما قلنا قبل كده ما تتخيلش ان العرش ده كرسي وله يمين وشمال وكلام زي كده. عرش يعني مملكة، في يمين المملكة دي يعني في أقدس حتة في المملكة دي في 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 ملف، في كتاب، في سفر. ايه بقى السفر ده؟ هو اللي موضوع في أقدس مكان في يمين الجالس على العرش، سفر مكتوب من داخل ومن وراء. وبيقولوا كده مكتوب من داخل ومن وراء، يعني مثلا بيتكلم عن الماضي وعن الحاضر، او بيتكلم بمعنى بألفاظ مكتوبة لكن ليه معنى للي يفهم واللي الروح القدس يديله الحكمة انه يعرف. مكتوب من قدام ومن وراء، يعني في معاني ظاهرة وفي معاني مستخبية، في احداث حصلت وفي احداث لسه هتحصل، او يكتب مكتوب فيه عن العهد القديم والعهد الجديد. ممكن اتخيل السفر ده كل الحاجات ده هي مختوما بسبعة ختوم. طب اذا كان الكتاب المقدس ليه يبقى مختوم بسبعة ختوم؟ مش الكتاب المقدس ده رسالة ربنا لينا؟ ليه يبقى مختوم بسبعة ختوم؟ الأسرار،
في اسرار طبعا. طب ليه يبقى في اسرار؟ ربنا بعت لي رساله، يبعتها لي ليه مقفوله؟ فين مفتاحها؟ المفتاح الوحيد بتاعها هو مين؟ المسيح. لو انا معايا المسيح اللي هو له مفتاح داود يفتح ولا احد يغلق، هقرا الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ده هقراه ومعايا المسيح، معايا الروح القدس، هعرف اخش في معانيه واخد من معانيه اكتر منها نهارا وليلا ما اشبعش. يعني بكره عيد القديس الانبشوي، يحكي عن القديس الانبشوي ان هو لما كان يقرا في الكتاب المقدس كان يحب سفر ارميا، فكان يطلب من ربنا يقول يا رب لو تسمح ما يجيش ارميا النبي يحكي لي وكان بيقول ايه وكان بيفكر فيه وهو بيكتب كده. فكان ارميا النبي احيانا حسب سيره الانبشوي ارميا النبي يظهر للانبشوي ويقول له على تفاسير هو كتب الكلام ده بانهي معنى وكان يقصد ايه. حتى يسموه الانبشوي الارمي، يسموه كده هو من ضمن الالقاب بتاعه القديس الانبشوي. وانجيل يوحنا مثلا، انجيل يوحنا اللي كتبه يوحنا الحبيب يقول لك عشان تفهم انجيل يوحنا لازم تاخد العذراء امك ويوحنا شفيعه. مثل يوحنا اخذ العذراء في بيته وربنا قال له هوذا امك وقال لها هوذا ابنك. فعايز تفهم كلام يوحنا لازم تكون العذراء امك ولازم يكون يوحنا شفيعك. عشان افهم الكتاب المقدس لازم يكون لي علاقه كده مع اصحابه، يكون لي علاقه مع المسيح، مع القديسين اللي كتبوا، علشان تتكشف لي الاسرار. والاسرار مش هتتكشف مره واحده، لكن كل ما اقرا اكتشف معنى جديد، كل ما اقرا اتعلم حاجه حلوه احسن من اللي قبليها وهكذا. فمختوم بسبعه ختوم ده ما يخضناش، لا انا معايا الكتاب مختوم فعلا لكن معايا المسيح مفتاحه. يا رب ارشدني. الروح القدس اللي كتب الكلام ده هو الروح القدس اللي يديك المعنى معاك. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم، من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ مال الملاك مهتم بينا ليه؟ مهتم بينا ليه الملاك؟ ده واحد مستقر في الدنيا في المملكة السماوية وإحنا لسه في الدنيا، مال مهتم ليه السفر يتفتح ولا ما يتفتحش؟ الملائكة دول عبيد لربنا فيتصرفوا زي سيدهم زي ما قلنا المرة اللي فاتت. هم فرحتهم بخلاص البشر لأن سيدهم فرحان بدي ربنا في السماء، فرحان بالخلاص اللي بيتمه، رغم أن الخلاص ده كلفه أنه يتجسد ويموت بالطريقة دي، إلا أن الملائكة برضو شايفينهم فرحان فهم فرحانين زيهم. صحيح يغطوا وشهم من الكسوف انما شايفينه هو فرحان فيبقى فرحانين خلاص. طالما انت فرحان يا رب احنا عبيدك فاحنا فرحانين. فهم مهتمين، من هو مستحق ان يفك السفر، ان يفتح السفر ويفك خدومه؟ فلم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه. يعني تحت الارض قد تعني الراقدين، يعني عشان ما نستغربش من اللفظ ده، اللي في السماء معروفين وفي الارض معروفين واللي تحت الارض قد يكون الراقدين. او على راي البابا شتولة كان مره قال تحت الارض وفي مناجم وفي انفاق وفي ناس شغاله تحت الارض وفي معيشات تحت الارض يعني شغاله. فما فيش مخلوق قدر انه يستحق انه حتى ينظر الى هذا السفر. فصرت انا ابكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. لما بكى يوحنا جه واحد من الكسوس الأربعة وعشرين قال له ما تخافش الموضوع محلول، المشكلة ما هيش مشكلة النهاردة، لا الموضوع محلول وتحل من زمان، هوذا قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. طبعا الأسد الخارج من سبط يهوذا هو المسيح، خرج غالبا ولكي يغلب. أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين
هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. يقول هوذا قد غلب الإيه؟ الأسد، مش كده؟ وبعد كده نظرت وإذا خروف. هو أسد ولا خروف؟ هو أسد في قوته، ها؟ لكن خروف في عمله الفدائي. هو جه يقدم نفسه، هو من أجل هذا أتى عشان يقدم نفسه فداء عن البشر. وقد غلب الأسد، فبص لقى إيه؟ خروف مذبوح. مذبوح يعني بيموت يعني مفروض، لكنه قائم واقف على رجليه كأنه مذبوح. قائم كأنه مذبوح. الصفات دي بتنطبقش إلا على مين؟ على المسيح. مذبوح وقائم، ميت وحي. فعز ما كان في القبر، الحراس بره، ها؟ حارسينه ليه؟ خايفين منه هو ميت؟ ما هو أسد. هو مذبوح؟ لا ده قائم. هو ميت؟ لا ده حي. فاهمين؟ فالحكايه ايه؟ الحكايه تحير. هو اسد في قوته وفي ملكه علينا، ولكنه احبنا حتى سفك دمه كذبيحه كذبيحه عننا. طبعا الاسد يقول كده يعقوب ابو الاباء وهو بيدي البركه لاولاده، لما جه عند يهوذا يقول عن يهوذا ايه؟ يهوذا جرو اسد. يقول عن يهوذا كده هو جرو اسد. جرو يعني ابن الاسد يعني الصغير. يقول جسى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ جسى وربض يعني زي ما يكون وقع زي الأسد، من ينهضه؟ الأسد لما يقع من اللي يقومه؟ لما حدش يقدر يقرب منه. عشان كده المسيح قال لي سلطان أن أضعها على روحه ولي سلطان أن أخذها. جسى وربض، مين اللي يقومه؟ لما ماتت ابنة يايروس جه المسيح قومها، لما ابن أرملة نايين جه المسيح قومه، لما طبيسة جه بطرس قومها. طب المسيح لما يموت ده الأسد بقى، لما يربض لما يرقد كده هو مفيش حاجة تقومه، هو اللي يقوم نفسه، قام بسلطان لاهوته. طبعا اللي يفتح السفر لازم يكون زي ما احنا شايفين كده هو أسد أصل داود، يعني لازم يكون أسد في صفاته، لازم يكون من نسل داود، ما ينفعش يجي واحد من نسل تاني أو من خليقة تانية يفتح السفر، لازم يكون من نسل داود، من سبط يهوذا، ولازم يكون خروف مستعد إن هو يقدم نفسه كذبيحة، كأنه مذبوح، يعني هو ذبح بالفعل وجروحه واضحة، لكنه قائم. وقائم كأنه مذبوح، لأنه في الوقت ده اللي شافوا فيه يوحنا شافوا قائم كأنه مذبوح، ما شافوش قصة وخلصت في التاريخ ولا لسه هتحصل، شافوا حال مستمر قائم كأنه مذبوح. النهاردة احنا بنعمل القداس بتاعنا، القداس بتاعنا احنا مش بنجيب حادثة ماضية نستعيد الذكريات، ولا بنجدد ذبيحة المسيح مرة تانية ونذبحه مرة تانية على المذبح، لا. قائم كأنه مذبوح، هو من ساعة ما تصلب على الصليب وذبيحته ممتدة، ها؟ لغاية آخر الأيام. ذبيحة المسيح ممتدة، عشان لما حد يقول لك بتصلب المسيح كل يوم في القداس، لا ما بنصلبوش. لكن مفعول الذبيحة الممتدة على الصليب، ها؟ المسيح بيحضر نفسه على المذبح، هو الكاهن وهو الذبيحة، هو الكاهن وهو الذبيحة، ما إحنا إلا صورة بس، منظر. نعم؟ تذكار طبعا، ذكرى طبعا، بس ذكرى يقول عليها ذكرى عينية، يعني عين الشيء، فاهمة؟ يعني لما يكون عندنا مثلا جزء من خشبة الصليب، دي ذكرى ولا لا؟ وعندنا صورة الصليب، دي ذكرى ولا لا؟ لكن لما اشوف الصورة بتاعت الصليب، دي ذكرى، افتكر الصليب. لكن لما اشوف الجزء بتاع الصليب، ذكرى عينية، نفس المادة، نفس الحدث، هو. خدوا بالكم الكنيسة في الأعياد السيدية تحضر لنا نفس الحدث. طبعاً مش بشطارة حد فينا، ده بفعل الروح القدس العامل في الأسرار. الكنيسة تحضر لنا نفس الحدث، لما نعمل تذكار الجمعة العظيمة، احنا مش بنصلب المسيح مرة تانية،
ده الكنيسة بفعل الروح القدس اللي فيها، تحضر لك الحدث نفسه وكأنك واقف عند الجلجوسة فعلا. وهكذا في كل الأعياد السيدية، في الميلاد، في القيامة، في البشارة، الواحد فينا يبقى واقف قدام الحدث فعلا. هو ده اللي اسمه أسرار الكنيسة. يعني ايه أسرار الكنيسة؟ سر يعني بتاخد نعمة معينة في شكل ظاهري، ما حدش فينا بيشوف النعمة دي تتحس، لكن الشكل اللي بنعمله بنجيب مقصورة الصلابون، بنولع شمع، بنولع بخور، بنقرا قراءات، ده شكل طقس. انما الفعل الحدث النعمة نفسها اللي بيديها لنا السر بتبقى داخل القلب. وبعدين لما قال له هوذا قد غلب الاسد، يقول ورأيت في وإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. طبعا دي كلها رموز. سبعة قرون، القرن في العهد القديم يشير للقوة، وسبعة يشير لل زي المرة اللي فاتت ما قلنا كمان، لو سبعة هم سبعة مصابيح هم سبعة أرواح الله. هل الله دي سبعة أرواح؟ لا، قلنا ده كمال الحياة. فرقم سبعة للكمال، وسبع قرون القرن للقوة، فده ليه كمال القوة. ليه سبع قرون يعني له كمال القوة، وسبع أعين كمال الاستنارة، يعني يفهم كل حاجة، يشوف كل حاجة، يكشف كل حاجة، وله كمال القوة. طبعا يعني ربنا لما يوصف الاوصاف دي عن نفسه ليوحنا، هو عاوز يدينا احنا، يقول لك خد بالك لازم يكون عندك قوه كامله بالمسيح بالروح القدس، لازم تكون عينيك مستنيره باستناره الروح القدس. لو انت بقيت معايا هيبقى ليك كمال القوه، ويبقى ليك كمال الاستناره. فاتى واخذ اللي هو الاسد اللي هو الخروف، أتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش. ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون قسيسا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيصارات زي اللي معك تمام؟ زي الأخ سمير ده، دي قيصارة لو قالوا عليها جيتار بعد كده، هو دعوت مش كده؟ لهم كل واحد قيصارات وجامات من ذهب، جام اللي هو شرية مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. لما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات، اللحظة اللي بيتم فيها خلاص بقى إيه، تحدد مين اللي هيعمل الفداء، مين اللي هياخد الرسالة دي، مين اللي هياخد الخدمة دي. أول ما تحدد أن يسوع هو اللي هياخد دي اللي هو الخروف اللي هو الأسد، أول ما حصل كده هو ابتدت بقى القوات السماوية تقدم التسبيح زي ما احنا في القداس كده، نقعد نصلي نصلي نصلي، وعند ما هنيجي المناولة تبص تلاقي الشمامسة خدوا الميكروفون كله لوحديهم، مفيش أبونا يتكلم، مفيش حد تاني يتكلم، كله تسبيح بقى. نفس الحكاية كده بالظبط، تفرح الكنيسة كلها وقت التناول. لهم كل واحد قيصارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت إلى آخره. طبعا يترنمون ترنيمة جديدة، وانت بتقرأ الكتاب المقدس زي ما قلت لك كل مرة تكتشف فيها معنى غير اللي قبليه، وكأن الكتاب المقدس كل يوم تحسه جديد. يعني مثلا بنصلي المزامير بتاعت كل يوم، وبنقرا الانجيل بتاع كل يوم والقطع، احيانا تكتشف كلمه. يعني مثلا في انجيل الساعه الثالثه مثلا، متى جاء المعزي الروح السيرسون، هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. ايه يذكرني بكل ما قلت لكم؟ افتكر ان ربنا عمل معاك قبل كده موقف كويس. سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. أفرح العالم حاجة وأفرحه هو حاجة. كل يوم أكتشف حاجة جديدة. قوموا ننطلق من هنا، تبقى أنت قاعد في مكان
الانجيل دي والكومونة طلت من هنا، يبقى خلاص مش هكمل في القعدة دي، ويبقى القعدة دي مشكوك فيها يعني، كومونة طلت من هنا. لما يقول لك أنا هو الكرمة الحقيقية، كرمة يعني غذاء، يعني حلاوة، يعني أصل وعصارة ماشية فيها، يعني المفروض أنا فرع في الكرمة دي، يعني في معاني كتيرة الواحد يستنتجها. يترنمون ترنيمة جديدة، طب ده عايشين في السماء على طول إلى الأبد، إيه الترنيمة الجديدة؟ كل يوم ليها معنى جديد. وطبعا ترنيمة جديدة ممكن يقصد بيها الفداء، لأن قبل ما اقنوم الابن ياخد السفر ده هو وياخد رسالة الفداء دي، قبلها ما كانش فيه تسبيح على الفداء. فالنهاردة في ترنيمة جديدة، وكأن في وضع جديد على السمائيين انهم يسبحوا ربنا على الفداء اللي عملوه. مستحق انت ان تأخذ السفر وتفتح ختومه، لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. انت مستحق ليه؟ لانك ضحيت بدمك واشتريتنا، فاحنا بقينا عبيدك، بقينا ملكك. لكن شوف الحلاوة بقى بعدها، واللي ايه؟ وجعلتنا لإلهنا ايه؟ ملوكا وكهنة. هو اشترانا بس مش عشان يخلينا عبيد بس، جعلنا ملوك وكهنة. شفت العز ده؟ ذبحت واشتريتنا لله بدمك وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. ونظرت وسمعت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والقصوص، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. ربوات ربوات وألوف ألوف، يعني الألوف معروفة، ألوف ألوف يعني ألف ألف، يعني مليون، والربوة عشر تلاف، فيبقى ربوات ربوات يبقى واحد قدامه كم صفر؟ ربوة ربوة تمن أصفار، مش كده؟ الربوة عشر تلاف يعني واحد واربعة أصفار، فربوة ربوة يبقى ايه؟ كده الألف معروفة ثلاث أصفار، ألف ألف يبقى واحد وست أصفار. عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. سبع بركات أو سبع تسبيحات أو سبع مدايح لله. أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة. القدرة، القدرة يعني هو قادر على كل شيء، هو يعني يقدر على استخدام القوة، يعني هو قادر وقوي. هو في واحد قوي لكن مش قادر، يعني واحد عنده سلطان لكن متعطل، فهو قادر يعني هو يستطيع انه يستخدم قوته، هو قادر وقوي. ان يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. ده الأصحاح الخامس من سفر الرؤيا، ومرة الأسبوع اللي بعد اللي جاي إن شاء الله ناخد الأصحاح السادس ونشوف ختمين أو أربع ختوم من الختوم السبعة. لو في أي سؤال أو أي تأمل أو أي حاجة حلوة تقولها لنا. طبعا السماء، في وصف السماء اللي بيوصفه لنا يوحنا الرائي، الكنيسة تحاول انها تصور لنا منظر السماء وانت قاعد جوه الكنيسة. عشان تشوف المنظر ده يبقى قريب منك تخيل السماء، يعني المسبح
بالشموع اللي عليه، بالستر اللي على باب المذبح، بالمنبر والمنجلية والكتاب الموضوع عليه، بالكرسي بتاع البطريرك، بصفوف الشمامسة، بشكل الشمامسة نفسهم واللبس بتاعهم، بشكل أبونا واللبس بتاعه. كل ده الكنيسة بتحاول تصور لك الصورة بتاعت السماء، بتقرب لك المنظر على قدر الإمكان. فاهمين؟ ممكن نوقف التسجيل وناخد أسئلة لو حبيتوا.